عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي عن واحدة من الرياضات الجميلة جدا واللي كان مهضوم حقها لفترة مش قليلة الحقيقة. نتكلم شوية عن رياضة الهوكي، لكن في الفترة الأخيرة الحقيقة يعني بقى فيه اهتمام ملحوظ، وبقى فيه نوادي كتير يعني بتهتم بهذه الرياضة وبتعمل لها فرق، وكمان بقى عندنا بطولات محلية للهوكي زي كأس مصر والسوبر والدوري. تعالوا نتكلم أكتر عن هذه الرياضة مع اتنين من نجمات هذه الرياضة، اتنين من لاعبات منتخب مصر ونادي الشمس. بنرحب بمنة الله مجدي كابتن منتخب مصر للهوكي سيدات، وكمان كابتن فريق نادي الشمس، وكمان منورانا مريم كرامة حارس مرمى منتخب مصر للهوكي سيدات وحارس فريق الشمس. يا صباح الفل عليكم واهلا بيكم. وايه الحاجات الحلوه دي؟ مش داخلين علينا بايديكم فاضيه يعني. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. طيب ابتدي معاك انت يا منى، وتعالي نعرف يعني منك بدايه كده، بدايه يعني اشتراكك في فريق الهوكي وبدايه ممارستك لهذه الرياضه، وخصوصا ان هي مش من رياضات الدرجه قوي للبنوتات يعني، ولا انتوا شايفين ايه؟ بالظبط، انا ابتديت وانا عندي 9 سنين. أوكي. تمام. انا بقالي دلوقتي 21 سنه بلعب هوكي. أوكي. تمام. من 2009 بلعب في المنتخب من وانا عندي 15 سنه. ما شاء الله. تمام. وابتديتي بالهوكي على طول؟ لا، لعبت العاب تانية بس ما حبيتهاش يعني، دخلت العاب. وايه اللي حبيتيه في الهوكي اكتر وقررتي تكملي فيه؟ مش عارفة، بس أنا دخلت وأنا في سن صغير. أنا كنت رايحة بتفرج على حد قريب يعني، والكابتن شافني وقال لي تعالي جربي، فجربت حبيتها وحبيت إن هي أكتر لعبة جماعية يعني. أنا دخلت ألعاب فردية كتير ما حبيتهاش. تخيلتي في يوم من الأيام إن أنت هيجي عليك اليوم اللي تبقي فيه كابتن منتخب مصر؟ لا طبعا، كنت بتمنى. أنا أصلا 2009 أنا كنت أصغر بنت في المنتخب. أوكي. فجي عليا بقى ان انا بقيت كابتن فريق، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي طبعا يعني. أكيد. حاجه انا يعني مبسوطه بيها جدا، ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اوصل حاجه كده في حياتي يعني. جميل. طب وانت يا مريم بدايتك مع الهوكي جت ازاي؟ انا برضو بدات وانا عندي 9 سنين، بس انا كنت بلعب رياضه تانية، كنت بلعب العاب قوه، كنت بلعب وزب عالي. أوكي. وكنت باخد فيها بطولات، وكنت على طول مركز اول وكده ما شاء الله. بس كانت جارتي كانت معايا برضو في الالعاب القوه لعبه هوكي، فقالت لي ما تيجي جربي. جربته. هو الهوكي اول ما حد بيبتدي فيه بيدخل في الدم يعني على طول. انت قطعه شوط حلو وعامله بطولات. كنت بروح بطولات خلاص وبطلع مركز اول في وزب عالي. يعني الطبيعي وقتها ان انت تكملي في الرياضه؟ اكمل في الرياضه اللي انا عارفاها وان انا مكمله فيها وباخد اوريدي فيها بطولات. دخلت الهوكي خلاص، حتى ان انا بطلت العاب قوه، هو دوت اللي انا هركز فيه، هو ده بقى هدفي. ليه؟ ايه اكتر حاجه شدتك؟ الهوكي عموما اي حد بيبتدي فيه ده بيبقى في الدم بيمشي. حب يعني، حتى ناس كبيره لسه. انت يعني جبت لنا وانت بتتكلمي. والله صحيح. حتى ناس بتتكلم على خطيبها مش بتتكلم بالمشاعر. ايوه على فكره، احنا عامه احنا لاغيين حياتنا يعني، حاجات كتير قوي لاغيينها في حياتنا بسبب الهوكي يعني. انا مثلا بروح شغلي وبعد كده بروح امرن، انا مدربه. أوكي. بروح امرن وبروح اتمرن في نادي الشمس ولا في كاتب؟ في نادي الشمس. احنا الاثنين مدربين. أوكي. بخلص شغلي اطلع التمرين امرن، بعد ما اخلص تمرين اتمرن. شغلي ده بقى اللي هو ايه؟ بتعملي ايه تاني؟ انا بشتغل في مركز تجميل. اوكي. طب وعندك الوقت ده وده؟ بخلص شغلي بعد كده بروح امرن، بعد كده اتمرن، برجع البيت بقى خلاص حياتي خلصت يعني. يعني انا طول الاسبوع كده، طول الاسبوع بمرن وبتمرن، فبالنسبه لي حياتي اصلا واقفه. ايوه حياتي واقفه على الهوكي بس. طب وانت يا مريم بتعملي حاجه تانية غير الهوكي؟ انا بشتغل في البنك العربي الافريقي. اوكي. وبرده خلص شغل وبعد كده على طول بمرن. بعد كده انا بتمرن. دي حياتنا. احنا ده كل يوم يعني، هي خلاص هو اللي احنا بقينا شايفينه هو دوت يومنا واحنا مكملين. طب كده يعني بعيدا عن بتمرن دي بتبقى ظروفها ايه؟ كام ساعه في اليوم؟ مواعيدكم ايه؟ لا بنتمرن ملناش وقت معين يعني، في حدود ساعتين او 3 ساعات. تمام. طبعا احنا عشان بنحب اللعبه جدا فمستعدين نتمرن طول اليوم عادي. مش فارق معانا. فمش فارق معانا. ونوع التمارين نفسها عباره عن ايه؟ احنا طبعا بنتمرن فتنس، وهو بيبقى اكتر حاجه الرياضه دي عموما بيكون فتنس جامد جدا، لان احنا سواء احنا بنلعب 11، لان احنا في بطولات عموما يا اما بنلعب 11 زي كره القدم يا اما بنلعب خماسي. وعلى ملعب نفس المساحه ملعب ولا كبير؟ لا اصغر شويه. اوكي. بس ملعب بس كبير. ملعب كبير يعني. بالظبط. او بنلعب خماسي. الخماسي دي هي لسه اصلا اتعملت بس بطوله افريقيه واحده. اوكي. وشاركنا فيها، كانت بتتلعب هنا في مصر. لكن الاصل هو الملعب الاكبر 11 بالظبط. الخماسي لسه جديد، واحنا بطوله افريقيا اتلعبت هنا في مصر كان في شهر 12 اللي فات. دي كانت لسه اول بطوله افريقيه خماسي يعني هنا. اوكي. وعملتوا فيها ايه؟ احنا اشتركنا فيها، لعبنا فيها ماتشات كويسه جدا.
وطبعا فرق بتاع افريقيه هم بيشاركوا دايما لان هم عندهم هوكي صالات، احنا دي لسه ما دخلش يعني مصر ان احنا نلعب بطولات هوكي صالات، فهم عندهم خبراتهم اكتر من هنا. هوكي صالات بيبقى عاده بتلعب اللي هو صالات الجليد زي الباركيه اللي هو زي الهاند والباسكت وكده. لا بيتلعب باركيه، اللي احنا بنلعبه ده اسمه هوكي فايت. فيلد هوكي بيبقى على نجيل صناعي. اصل هوكي الجليد دايما لما تشوف حتى اي ماتشات او اي يعني حتى في اخبار يعني رياضيه في قنوات مختلفه عاده في هوكي الجليد للرجاله يعني ما فيش ماتش من دول بيعدي غير لما بتقوم خناقه الرب السماء. أيوة. وبيعجنوا في بعض اللعيبه. أيوة. وبيعجنوا في الجمهور في بعض الاحيان وحاجه عجيبه جدا. أيوة. فهل في الهوكي النسائي في القدر ده من العنف موجود؟ بص هو اصلا اللعبه بتاعتنا اصلا لعبه يعني لعبه دينجر شويه. اوكي فهي طبعا طبعا يعني فيها خطر وفيها اوقات بيبقى فيه عنف يعني اوقات فيها. بس هي لعبه مش عنيفه، هي اللي بيلعب هوكي اللي بيعرف يلعب هوكي فعلا ما بيحتاجش للعنف، ما بيحتاجش للعنف خالص. أوكي. خالص هي لعبه كويسه جدا جدا تمام، ويعني يعني هي عامله زي الكوره قوي قوي. يعني انا ما باجي اتفرج على كوره، انا ما كنتش بتفرج على كوره خالص، انا ابتديت العب هوكي ابتديت افهم في الكوره لانها خططي زيها قوي. فحسيت ان هي لا انا فاهمه، انا فاهمه كوره لما لعبت هوكي، فهي عامله زيها قوي. طب مريم وانت بقى حارس مرمى المنتخب وحارس مرمى نادي الشمس، فكره ان انت يعني حارس مرمى وانت ست، اللي عارفين ان حارس المرمى بيشيل لوحده يعني قولي نص المسؤوليه بالميت. أيوة. يعني ساعات كلها وبيلقى عليه اللوم في بعض الاحيان وحاجات كده. أيوة. الدنيا بقى عامله معاك ازاي في الاطار ده؟ الهوكي طبعا الجون مختلف اختلاف كلي عن اي رياضه تانية، لان احنا انا بلبس لبس كتير اللي هو البادز اللي انا بلبسه علشان يحميني من الكوره، لان الكوره زي ما منى قالت هي دينجر شويه. فعلشان يحميني فانا بلبس لبس وماسك كل حاجه. كل حاجه يعني انا جسمي بيكون محمي من اول رجلي لحد راسي، ما كله محمي ربنا. الحمد لله بتلعب بدير الحمايه دي وعامله بجد. احنا عندنا اصابات كتير جدا. انا عندي 12 غرزه في وشي، وعندي كان جالي صليبي ورجلي اتكسرت قبل كده وايدي. لا عادي احنا عندنا بس ده بيحصل في اي ده بيحصل في اي بيحصل بس لا احنا لعبتنا اكتر. طب ما ده معناه ان في برضه احتكاك وفي طبعا في بقول لحضرتك اللعبه دي دينجر، يعني اللعبه دي خطر فعلا، فلازم لازم لازم يحصل لنا اصابات زي دي. المهم انت عملت ستريس على كونها لعبه دينجرس، وانا كنت لسه بصدد السؤال لسه تقولوا مش ايه الاولياء الامور اللي عندهم اولاد صغيرين حابين يمارسوا الرياضه. لا انا قلت لحضرتك لا انا قلت لحضرتك اللي بيعرف يلعب هوكي فعلا، الناس اللي داخله بهدف ان هي فعلا تلعب هوكي دي ما يعني ما بتاذيش خالص، فبالتالي اللعيب اللي قدامها ما بتاذيش، فهي مش يعني مش طول الوقت تبقى دينجر. بس هو كله لا لا جايبه صليبي وفكر ركب واكتفي اتخلع. لا بس ده بيحصل في اي لعبه يعني، ما في كره القدم في اصابات، اي لعبه بيبقى فيها اصابات، بس اللي بيلعب صح هو اللي بيعرف ان قد ايه الاصابات هو بيقدر ان هو يتفادى او يتفادى الاصابات. مفيش مره من المباريات مهاجمه الفريق المنافس دخلت عليك دخله غلط من اياهم، ده طبيعي بيحصل. ما ده طبيعي اي يعني اي لعبه هتلاقي ان فيها اصابات، بس اللي بيلعب صح هو اللي هتلاقيه ان هو بيقلل الاصابات على قد ما يقدر. انت شخصيا يا مريم اخترتي حراسه المرمى ولا حراسه المرمى هي؟ لا هي انا جات لي بطريقه غريبه جدا. احنا ما ينفعش ان الكره تلمس رجلينا عموما. فجي كان كابتن خالد، كان الكابتن ساعتها بتاعي. أي. جي قال يا جماعه هنوقف لعب، احنا كنا بنلعب ساعتها تقسيم، هنوقف لعب مريم كرامه هي الوحيده اللي تقدر تلمس الكره برجليها. ايه ده اشمعنى انا بقى؟ دي حاجه غريبه. أوكي. فبدات ان انا اصد برجلي. تاني يوم نفس الموضوع، طب يا مريم بدل ما الكره تعورك او تيجي في رجلك توجعك تعالي هلبسك اللبس ايه بتاع الاجوان. الله لبست لبس اللي جواه. ايوه لبس اللي جواه. اصلي مش اي حد يعرف، هو بيبقى مش تحدي. أي حد. تحدي. انا اللبس ده كله انا في الاول ما كنتش بعرف امشي بيه، انا دلوقتي بنزل اعمل دايفنج واجيب الكوره من تحت واطلع فوق تاني اجيب كوره من فوق، فلا ده تحدي. بدات ان انا اشوف فيديوهات مثلا لعيبه بره او كده ازاي بيعملوا كل دوت بالبادز بتاعهم او باللبس اللي هم لابسينه، ليه انا لسه لحد دلوقتي مش عارفه امشي بيه او اجري بيه كويس. فبقى تحدي. برافو عليك. لازم اوصل. على ذكر بره، احنا فين من بره في رياضه الهوكي المصريه؟ احنا المشكله ان احنا يعني احنا محتاجين اهتمام. تمام طبعا احنا بنشكر طبعا الاتحاد كابتن شريف، طبعا هو يعني بيعمل معانا اللي هو يقدر يعمله. تمام بس احنا طبعا محتاجين دعم طبعا من الدكتور اشرف صبحي، محتاجين دعم
يعني كتير، لان احنا عايزين دعم مادي عشان معسكرات وعشان بالظبط كده محتاجين ولا اهتمام دعم اكتر في المعدات وال بالظبط. لا احنا محتاجين اهتمام اكتر ان احنا يتعمل لنا معسكرات اكتر ونشارك في بطولات بره مصر، لان احنا مش بنشارك غير لما يكون في بطوله في مصر. فدي حاجه صعبه جدا ان احنا حتى المعسكرات بيبقى وقتها قليل، يعني احنا مثلا البطوله احنا بنعسكر بس قبلها بشهر، فاحنا الانديه كلها احنا مش بنتجمع كتير علشان نعرف. المعسكرات نفسها عاده بتبقى جوه مصر. بالظبط. احنا بقى المعسكر احنا لسه عملناه، لا لسه احنا راجعين من عمان من اسبوعين. سافرنا عمان عملنا معسكر هناك اسبوع، كان معسكر حلو جدا. لعب جديد ان احنا كل اللي احنا نعرفه. اشمعنى عمان تحديدا؟ هم عندهم بطولة العالم هيشتركوا في بطولة العالم، فروحنا علشان نديلهم السبورت شوية. وان احنا يعني هم عرب، يعني احنا كلنا عرف بعض، فيبقى السبورت او ان احنا فعلا نقدر ان احنا نفيدهم. هم بعتوا لنا الدعوه عشان نروح نلعبهم ماتشات ودي، ان هم يتعلموا مننا عشان احنا دخلنا البطوله دي. هم اسيا برضو في هوكي في سلطنه عمان. دي لسه هم بقى لهم سنتين اصلا بادئين، والسعوديه كمان بداوا وايران، في يعني في كذا بلد عربيه عملت فرق تمام. فهم بعتوا لنا علشان يعني يستفيدوا مننا، ان احنا البطوله دي اتعملت عندنا في افريقيا، هم عندهم بقى في اسيا شغاله دلوقتي، هم لسه دلوقتي شغالين فكاس العالم عندهم، فهم بقى بعتوا لنا. والله بقيتوا اصحاب خبرات يا بنات، بتستفيد منكم الدول الشقيقه. احنا بنتمنى بس يكون في بجد دعم اكبر لينا، وان احنا نشارك في بطولات بره، لان احنا فعلا احنا عايزين نوصل لحاجه. بطولات مش هتشوفي خير. بطولات سوري انت متالك من شويه، بطولات في الخارج بس ما قدرتش اقف عندها البطولات دي. لا هو ان شاء الله اللي احنا كنا عايزين ان ده يحصل، ان احنا في بطوله بتاعت سفح الاهرامات دي ان شاء الله هتتعمل في شهر 10 يوم 20 و21 10. فاحنا كنا محتاجين ان يبقى فيه على الاقل معسكرات اكتر، ان احنا عايزين تبقى فعلا بطوله تليق باسم مصر، يعني هي بتتلعب عن سفح الاهرامات، فاحنا كنا عايزين يبقى فيه دعم اكتر، ان احنا يبقى ادائنا يشرف ان احنا طالعين باسم مصر. فده كان نفسنا ان احنا يبقى فيه حتى في البطولات ان احنا نشارك ونحتك يعني حتى بالدول الافريقيه، ان الاحتكاك دوت هو احنا مش بنتكلم عشان احنا يعني احنا خلاص يعتبر كبار، احنا عجزنا في اللعبه. احنا بقى لنا 21 سنه بنلعب اللعبه دي، فبالنسبه لنا احنا احنا علشان الاجيال اللي طالعه، ان هي فعلا هي لعبه تستحق ده، وان الناس فعلا بيحبوا. طيب هل في حد منكم عنده اي حاجه يحب يقولها للدكتور محمد بدر؟ طبعا. احنا منورنا على التليفون دكتور محمد بدر، رئيس الجهاز والمدير الفني لرياضه الهوكي في نادي الشمس. يا دكتور محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل يا استاذ كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بحضرتك وكابتن منى وكابتن مريم، منورين الشاشه يا شباب، ودايما كده منورينا ومشرفينا. طيب في نادي الشمس بقى عاملين معاك ايه منى ومريم؟ منا ومريم يا استاذ كريم من النماذج المشرفه جدا في نادي الشمس ورياضه الهوكي، وزي ما بقول لحضرتك كده هم كباتن مصر وكباتن المنتخب، ونتمنى لهم كل توفيق وفي البطولات الجايه باذن الله. باذن الله. على ذكر البطولات، يعني بتستعدوا بقى الفتره دي لاي بطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بنجهز لكل بطولات المحليه خاصه ببطولات الجمهوريه والدوري العام، ومن خلال يعني السؤال ده انا بوجه كل الشكر والتحيه للدكتور اسامه ابو زيد رئيس مجلس الاداره واعضاء والساده اعضاء مجلس الاداره، وكابتن احمد عبد الله المشرف على النشاط الرياضي. ناس يعني بتوفر كل الدعم المادي والمعنوي لرياضه الهوكي عشان باذن الله نقدم موسم يليق بنادي الشمس باذن الله. كنا من شويه بدردش انا ومنى ومريم، فالحقيقه كانوا يعني ذكروا السيد رئيس الاتحاد المصري للهوكي وتوجهوا له بالشكر، وبيقولوا ان هو يعني بيحاول يعمل اللي يقدر عليه في ضوء المتاح. فانا عايز اقف مع حضرتك عند حته المتاح، يا ترى ايه النواقص اللي انتم محتاجينها عشان حتى نرتقي بالرياضه دي على المستوى المصري ككل؟ مش بس بكلم حضرتك على نادي الشمس، انا بكلمك على رياضه الهوكي في مصر. يعني باكد كمان على كلامهم، وبنوجه التحيه للكابتن شريف كمال رئيس الاتحاد وجميع اعضاء مجلس الاداره، والمدير التنفيذي الدكتور ايهاب زين العابدين. كل اللي محتاجينه بس زي ما هم قالوا الشباب، يزودوا المعسكرات، اللقاءات الوديه الدوليه، ده هيفرق كتير جدا. كمان عمل منتخبات للناشئين،
او الناشئات بالتحديد، مرحله 14، مرحله 16، مرحله 18. ده هيفرق كتير جدا 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 معانا في ان احنا يكون عندنا قاعده من اللاعبين الدوليين. صحيح صحيح. عموما احنا بنتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق، وبشكرك على وجودك معانا دكتور محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نرجع بقى تاني نكمل دردشتنا عن الهوكي، وعن على ذكر ان العظمه كبرت وبقالنا 21 سنه بنلعب وحاجات زي كده. بالمناسبه انتم مفكرين في المستقبل ازاي؟ يعني هل في مرحله معينه ممكن تتوقفوا فيها عن اللعب وتتجهوا مثلا او تزودوا بقى من جرعات التدريب اللي تعملوها، ولا ممكن تمشوا بسكه مختلفه تماما؟ هو الفترة الجاية دي برضو يعني احنا باصين، احنا بنركز طبعا ان احنا انا ومريم بندرب، فاحنا مركزين برضو في التدريب مع فرق، ان احنا عايزين برضو يعني نحاول على قد ما نقدر اللي احنا استفدناه في حياتنا واللي احنا خدناه من المنتخب نحاول ننقله للاجيال الجاية. تمام، ان احنا نشوفهم في يعني في مستوى زي اللي احنا وصلنا له واكتر واحسن. تمام، الله اعلم برضو الفترة الجاية ممكن نتجوز، بس الفكرة مش في كده، الفكرة ان احنا يعني فرحت قوي مريم انبسطت قوي معاك، قلت لها ان شاء الله ممكن نتجوز، عايز اقول لك والشهر قبل. ايوه المغرب قوي. طب وان جالك بقى العريس من دور وقال لك مفيش هوك، هيبقى وضعه ايه؟ الفكره في كده بقى، الله اعلم بقى، ممكن مثلا انا ممكن اتجوز واحد يبقى موافق ان انا ارجع العب تاني. في رجاله لا يقول لك لا البنت خلاص كده اتجوزتي خلاص في بيتك بقى. اوكي، في رجاله، في بنات معانا بيلعبوا كتير متجوزين ورجعوا يلعبوا في المنتخب. في المنتخب معانا كتير ومكملين، فاحنا طبعا انا كملنا بتمنى طبعا ان انا اكمل طبعا هوكي واكمل لعب، يعني اكمل تدريب واكمل لعب، بتمنى جدا، لاني بص رياضه مهمه جدا جدا في حياه الانسان. اكيد جدا طبعاً طبعاً. بتشيل عننا حاجات كتير، سلبيات كتير في حياتنا. صحيح، كتير جدا. فانا انا هي بتخرج الطاقه السلبيه. بالظبط، انا لما اكون متضايقه او قاعده في البيت حاسه ان انا متضايقه، انا بنزل العب، بروح الملعب اخد الكوره والمضرب العب، ليه؟ لا بحس ان انا ارتحت بعد كده. فالرياضه عامه في حياه الانسان مهمه جدا. وانت يا مريم مخططه للمستقبل ازاي؟ هو لا، هو ان احنا نبطل مثلا هوكي دي انا مش حاطه لها اللي هو امتى، او ان انا حاطه لها رينج مثلا او حاجه مش معينه فيها أصلاً. خالص. أيوة. غير لما انا احس ان انا ادائي في الملعب بدا ان هو يقل. انا حاسه ان انا وصلت لمرحله معينه ما ينفعش ان انا اقل عنها. انا بالعكس انا بطمح للاكتر، او ان انا عايزه يبقى فيه اكتر، امال اقل لا، ده حتى مش لعبنا، او انا مش هوصل للمرحله دي. فلا انا نفسي ان انا اكمل، انا هتمرن لحد ما اجيب خلاص بقى اخري، وانا حسيت ان دوت فعلا احسن مرحله انا وصلت لها. لو انا كملت انا هقل، انا ساعتها هوقف، وبعد كده التمرين بقى. خلينا برضو قبل ما الوقت يسرقنا، الكاسيد الحلوين دول مش تحكوا لنا قصتهم؟ ده في كوسه كتير جدا. ده ما تيسر دول بس اللي معانا. احنا عامه قلتوا ما تدخلوش عليا وايدكم فاضيه. المفروض احنا كل ما بناخد بطوله بنسلم الكاس في النادي. في النادي. اوكي. تمام، دول الكاسين احنا لسه ما سلمناهمش، دول يعني اخر بطولات خدناها. ناويين تسلموه ان شاء الله ولا هتكسبوا؟ لا لا، احنا المفروض احنا بنعمل بنعمل زي تكريم، النادي بيعمل لنا تكريم كده وبنسلمهم في التكريم، فاحنا مستنيين يعني عشان نسلمهم. ده كان في انهي بطولات؟ دي بطوله دي اول مره كانت تتعمل اصلا، هي البطوله الخماسي اللي احنا بنتكلم عنها، الهوكي فايف. الحمد لله اتعملت في مصر مرتين، احنا خدناهم، نادي الشمس خد الاول الحمد لله. اوكي جميل. فدول الكاسين بتوعهم. بالمناسبه يعني على صعيد الاشبال مثلا في نادي الشمس، بحكم ان انتم موجودين في نادي الشمس وشايفين اللي بيحصل هناك، وضع الاشبال في الهوكي ايه؟ هو دلوقتي بدا ان هو كنا في الاول لعبه مهجوره خالص، بس دلوقتي فعلا احنا بدانا يبقى في قاعده يعني ناشئين كويسين جدا، سواء في النادي بتاعنا او طبعا اساس الهوكي كله هو نادي الشرقيه. اوكي، ده هو طبعا هو بالظبط، دي البدايه كانت من عندهم طبعا. بس احنا دلوقتي بدانا ان احنا يعني على قد ما نقدر ان احنا نعرف اللعبه اكتر في النادي، وطبعا هو الصراحه هو مجلس الاداره كله بيدعم ده، دعمنا جدا جدا يعني جدا فعلا، يعني دكتور اسامه ابو زيد وكل كابتن احمد عبد الله وكابتن تامر علي مدير التنفيذي كلهم بيساعدونا بجد فعلا، بيدعمونا جدا 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 في النادي، ويعني كل ما يعني بنروح لهم ببطوله لا هم عايزين الاكتر فبيدعموك اكتر، وبجد يعني شكرا لهم يعني جدا. احنا فعلا قبلهم جداً. الهوكي كان حاجه وبعدهم فعلا الهوكي بقى حاجه تانية. بالظبط، يعني مرحله كبيره جدا. هو بس الحاجه الوحيده اللي احنا كنا عايزين ان احنا نتكلم فيها
ان احنا محتاجين ملاعب اكتر، يعني سواء احنا طبعا بنناشد النادي بتاعنا وحتى الاتحاد بالزبط. ان احنا الانديه الملاعب سوري اللي في مصر هنا قليله. يعني احنا ما عندناش ملعب في نادي الشمس. فاحنا كنا بنروح نتمرن. بتتمرنوا فين وبتلعبوا ازاي؟ كنا بنتمرن في اتحاد الشرطه عندهم ملعب، وكان استاد الاجار، وكان استاد القاهره. احنا عندنا ملعب هوكي اصلا، طبعا استاد القاهره جنب، ما فيش خلاص، جنب ملعب الكوره عندنا. أيوة. استاد هوكي في استاد القاهره. بس احنا بنطالب ان هو يتصلح، لان هو لحد دلوقتي هو باظ فما رجعوش صلحوه. فاحنا كمان دلوقتي يعني الملعب ده الشرطه، احنا كنا بنروح ناجر في الشرطه دلوقتي الشرطه بيتصلح. اوكي. فاحنا دلوقتي ما فيش غير مركز شباب الجزيره، وانديه كتير جدا بتروح تتمرن هناك. يعني اتمنى يبقى في استجابه للحق المشروع اللي انتوا بتعملوه. بجد، لان احنا فعلا بنتعب جدا. الرياضه ابتدت تنتشر فعلا. احنا بنتعب جدا جدا برضو، واصلا الادوات اصلا بتاعه اللعبه غاليه جدا. طبعا. واحنا مش بنطلب اي حاجه، احنا بس عايزين يوفروا لنا الحاجه الاهم، اللي هو انا يبقى عندي ملعب، انا في المنتخب يبقوا مهتمين بيا، اشارك على طول. دي اقل حاجه ممكن تطلبها. اساسيات بسيطه بس. وكلنا نقدر ان احنا نعملها. وفعلا الهوكي هيبقى في مرحله كبيره، يعني زي ما هم الولاد طبعا فيه اهتمام اكتر، لان الولاد اخذوا بطولات كتير عننا. أوكي. فالولاد بدا ان يبقى في مرحله، يعني دلوقتي هم اتصعدوا الولاد للاولمبياد، بداوا ان هم يبقى في بطولات افريقيه، بياخدوا افريقيا بطلعه مش وحشه. بس دي حاجه حلوه عشان هم بيشاركوا، لكن احنا ما احنا لو شاركنا احنا ممكن نعمل زيهم حاجه. يبقى في أكتر. بس فاحنا محتاجين اهتمام اكتر عشان احنا نقدر نوصل لمستوى الولاد، او نقدر نوصل حتى لمستوى كويس ان احنا نقدر نشارك في البطولات. ان شاء الله يحصل وما يبقاش في اي نواقص. ونستضيفكم مره ثانيه معاكم المزيد من الكؤوس والمشاريع. افريقيا بقى على باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضلوا.